لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وبسلامتكم. اليوم جايين على بركه الله، بغينا نديروا الدجاج ستروغونوف. اللي غادي نديروا فيه، عندك هنا البصله، واحد 3 ولا 4 البصلات، قزبور المعدنوس، الشامبينيون واحد 300 غرام، الزبده، الزيت، الثومه، الملحه، التحميره، البزار، لا موطارد. هنا عندنا 600 غرام ديال القشده الطريه، وهنا عندنا الخضر ديال الدجاج. دابا غادي نبداو على بركه الله، وغادي تتبعوا معايا باش تعرفوا كيفاش غادي نديروا ليه، لانه فيه مراحل. وكان كتقدروا ترافقوه سواء مع المكرونه سواء مع الرز. انا اليوم اختاريت باش ندير ليه الرز. غادي نديروا شويه د الزيت هنا، وغادي نمشيو نديروا هاد السخن. ويلا هي دايرين الزيت كتسخن، غادي نديروا فيه مليحه زويته بحال هكا. ديما راقبوا الملح، راه لانه راه مشكله الا جاتكم الحاجه مالحه. اللهم تجي مصوصه وزيدوا الملحه ولا تجي مالحه. غنخليو الزيت حتى تسخن. دابا غادي نديروا الدجاج ديالنا اللي غادي نديروا ليه بحال هكا. وغرضنا غير نشحرهم يشدوا اللون ونحيدوهم، لانه مازال تبعهم الخدمه. دابا يبداو يتشحروا بحال هكا، ونقلبوهم 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 حتى يشدوا بروفون. حنا ما غرضناش نطيبوهم، غادي نخليكم وقيله. حنا غرضنا غير يشدوا اللون. نجيبو الدجاج ديالنا، نديرو الشيطاوة اللي كتنشل الفران. راه دابا تحمر في الحقيقة كيف بغيناه، ولكن بغينا حنايا يكون دوغي شوية، يكون محمر. مادا بيكم اللي تهزو الدجاج يبقى ليكم فيه هادشي، هادشي راه مهم. دابا غادي نديرو زبيدة، شوية عليكم. دابا غادي نرميو البصلة، شوفو على الوين جا البصلة. يلا ثومة ديروها شوية كتيرة، ورميو الشامبينيون صافي، ونخليو كلشي يتشحر. غادي نخليو هادشي كيتشحر ونرجعو من بعد. دابا غادي على بركة الله بعد ما تشحروا لنا لي شامبينيون والبصيلة، غادي نزيدو القشدة الطرية. الملاد ديالها تري بيان. دابا غادي نديرو الملحه، البزار، والتحميره، ونحركو تحريكه زوينه باش يتحركو العناصر مع هذا الشيء. نخليوه يطبخ واحد شويه، وغادي نديرو لا موطارد، ودابا غادي نخليوه ميجوطي يتكتك واحد شويه، ونعاودو نرجعو. غادي نزيدو الدجاج ديالنا، ونمشيو على بركة الله نخليوه يشرب هاد لاصوص. صافي غتبلونجيو الدجاج ديالكم مزيان مزيان، ونسدو عليه ونخليوه يشد قوامه.
هنايا عندنا انا درت البويون ديال الدجاج. كديروا عضيمات ديال الدجاج وخيزو مليحه وبزيره وكطيبوهم، سواء كديروا داك لو بويون اللي كيتباع في السوق المربعات. دابا هاد الروز بعد ما غسلناه ها هو خويا، بلا ما يسخن الماء بلا ما والو، غتحركوه بتحريكه وحده بحال هكا وتسدو عليه وتخليوه يطيب. اخر وحده حتى ملي كتبغيو تسخنوا باش تحطوا كتزيدوا الربع، شويه كثير فوالا، وتحركوا واحد تحريكه غير بشويه باش الدجاج ما يتكرش ليكم وصافي. دابا غادي نمشيو نحطوه نتلاقاو في التقديم. دابا ها هو لو بولي ستروغانوف وجد، غادي نبقى غير التقديم، بغينا نعطيو المعلم الدواقي يدوق هو الاول باش يقول لينا كي جا. قول لي انت واش بارك بركه بارك. اوكي وغادي نديرو له طيب ديال الدجاج هنا فوالا، ودابا غادي نديرو له شوية ديال لاصوص فوق منو بحال هكا، نعطيو المعلم الدواقي يذوق ويقول لينا المهم باب نسيت باب. سمحوا لي راه درت شوية ديال الأخطاء ولكن معليش. فوالا يلا معلم الدواقي. بسم الله بسم الله بسم الله سخون سخون بيان سور سخون. نقول لك غير ما يحاول الزريع كلشي المدى زوين. لا تيس سي تري بون ولا زوين؟ زوين بزاف بزاف، حسن بالصحة والعافية، شهية طيبة، كنتمناكم تجربوه وتردوا عليا الأخبار. اللي أبوني يشوف لا فيديو ديالي من الأول حتى الأخر ويبارطاجيها، واللي ماشي أبوني يشوف لا فيديو من الأول حتى الأخر ويدير لايك ويفعل الجرس باش يجيه كل جديد.